اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لفقره ارشيف الصحافه والذكريات الجميله. معانا النهارده صور بقى ومنشتات لمباريات مهمه جدا كانت في قطاع الناشئين، وايضا صور لنجوم كبار من زمان. معانا النهارده صاحب مؤسسه الارشيف العربي الاستاذ محمد صادق، اللي جايب لنا النهارده صور تاريخيه بقى هنقعد نتكلم عنها، هنشوف معاه وارشيفه في ايه النهارده. منورنا يا استاذ محمد. ربنا يخليك يا كابتن، متشكرين جدا على ثقتك فيا والقناه الجميله اللي بتخلينا بقى عايز اجيب كل حاجه حلوه. ولو كنا على الناشئين، احنا شيء مهم جدا، انا بحب قوي كلمه الاشبال دي، لان اساس اي فريق كبير هو ناشئيني. لو نرجع تاريخ الناشئين في تاريخ النادي الاهلي عظيم جدا. لو قلنا من العشرينات ومن الثلاثينات والاربعينات وانت جاي لغايه دلوقتي، الناشئين هم كانوا القاعده الاساسيه لنجاح النادي الاهلي. اغلب بطولات النادي الاهلي جابها ابنائه اللي هم كان من بدايتهم من ناشئين، من 10 سنين و8 سنين. وحضرتك طبعا اكبر مثال بزي حضرتك من ناشئين النادي الاهلي. كل كبار كابتن علاء ميهوب، كابتن صلاح الدين، كل النجوم الكبار اساسا من النادي الاهلي، واللي جه من بره الاهلي في ناشئين النادي الاهلي تطبع بطبعهم وبقى احد اعمال النادي الاهلي. خلي بالك، واحنا كنا بنختار اسم للبرنامج في وجود رحمه الله عليه الاستاذ خالد توحيد، الله يرحمه. فكنا بنختار اسم للبرنامج، كان مشارك معانا طبعا الاستاذ محمود شاوي رئيس التحرير طبعا، فاخترنا اسم الاشبال. اسم الاشبال رجعنا للكابتن مصطفى حسين ابو الاشبال، الله. وخدنا برنامج الاشبال كان هو اسم البرنامج بتاعنا طبعا. ولما نرجع لكلمه الاشبال دي، والناس هتشوف معانا النادي الاهلي ازاي كان بيعد النشء اعداده ادبيا وثقافيا قبل رياضيا. النادي الاهلي كمبادئ وكلمه متربينا عليها في النادي الاهلي، ازاي بنقول انا لما اجي حبيت اطلع معاك كابتن، انا كنت اجيب الصور على الشاشه ونتكلم عنها وخلاص، لا، الناس تعرف ان انا جايب الحاجه الاصليه، مش جايب حاجه من على النت، حاجه مصوره. تحتفظ انت بالكلام ده كله؟ طبعا، انا عندي تاريخ مصر. انا اشكرك اديتني 30 سنه اتكلم عن نفسي. عندي تاريخ مصر السياسي، الفني، الرياضي، الاجتماعي، جورنان، كتاب، مجله، صوره فوتوغرافيه. ومهنتي تعتبر رساله وليس مهنه فقط، لانها بتورثها عن جدي من 120 سنه. انت كده انا هطلق عليك زي حواس الرياضه. الله، ده شرف ليا. السياحه والرياضه. طب قول لنا بقى ارشيفك فين النهارده؟ النهارده عايزين نبدا بحاجه حلوه. عندنا حاجه ستينات وحاجه سبعينات وحاجه ثمانينات، بس انا عايز اجيب ايه؟ حاجه كده كانت شدتني وانا بتابع الناشئين. ازاي في اوائل السبعينات 72 اتعمل ماتش تحت 18 سنه بين الاهلي والزمالك، وكان في دوره 18 سنه. تمام. وازاي اتفاجئنا بعنوان كبير، الاهلي من الناشئين يهزم الزمالك 7-1. معانا المنشيت هنا. الاهلي يفوز على الزمالك. هنا شكرا. 7-1. الصوره جايبه مين؟ ربنا يحفظه، الكابتن الخطيب في بدايته مع ناشئين نادي الاهلي في 18، بعد اول مشاركه من نادي النصر. وازاي الماتش ده خلص 7-1، لا 7-1. 7-1، سبحان الله. يعني اول ماتش الاهلي يفوز على الزمالك 7-1 بسهوله. ويؤكد استحقاقه لبطوله كره القدم تحت 18 سنه. 7-1، اول جون جابه الكابتن مصطفى يونس، كان اليوم ثاني جون كابتن الخطيب، ثالث جون الكابتن الخطيب برضه، وكابتن محمود عبد السميع في يعني هنا. طب ما نقول تشكيل الاهلي. جميل. مثل الاهلي الكابتن حسن احمد حسن. اتفضل يا كابتن. لا اتفضل يا كابتن. كابتن مصطفى زهران، ومصطفى يونس، حازم، ومحمد عبد حازم، ومحمد عبد السميع، ومحمد حلمي، محمود عبد الفتاح، احرز هدف برضه احنا في الفتاح، وسمير، مصطفى عمر، وعادل يسري، ومحمود الخطيب، ونبيل البحطيطي. قول لنا انت الزمالك بقى. الزمالك ماشي يا كابتن. عاطف امام، محمد وحيد، وعبد المقصود، وعنتر سعيد، وامير عبد الغني، واحمد اسماعيل، حافظ هاشم، وحسين عبد المنعم، جمال الزواوي. جمال الزواوي كابتن، جمال الزواوي اللي جاب الهدف الوحيد للزمالك. وعادل زاهر، ومحمد عثمان، ومجدي كريم. وحكم المباراه احمد بكر، وعون محمد حسام الدين طبعا الكابتن معروف طبعا، محمد ابو الحسن. ازاي المباراه ديت جميله جدا، وكانت بدايه الكابتن الخطيب الجميله جدا. وكان لافت النظر الكابتن الخطيب بمهاراته العاليه جدا. كان مميز جدا واهداف رائعه في الماتش. كان دي بدايه معرفه الجمهور بالكابتن محمود الخطيب. ايه اللعيب اللي ظهر مره واحده كده في الناشئين ويخلي اول هزيمه كبيره لنادي الزمالك في الناشئين 7-1. وكانت هذه ايه؟ اكبر هزيمه للناشئين. بعد كده بقى هنخش بقى. لا ده استنى، ده المباراه دي ليها قصه. انا سالت الكابتن فتحي نصير عليها، كان هو المدير الفني. مظبوط. كان فتحي نصير قال لي انا كنت مدير الفني لفريق الشباب، ووقتها الكابتن صالح سليم مدير الكوره، طلبت من الكابتن صالح اللعيبه بتاعت الدرجه الاولى عشان تلعب معانا فريق الشباب.
فالكابتن صالح ادانا اللعيبه، وجه الكابتن صالح قعد في المقصوره في ملعب مختار التتش عشان يتفرج بقى على المباراه. المباراه كانت في ملعب مختار التتش. ايوه. فالكابتن فتحي بيقول لي اول 12 دقيقه الزواوي الكابتن زواوي جاب الجول فينا. ايوه. خاصين 1-0. فبقول لي انا ببص في المدرج لقيت الكابتن صالح قاعد، فقلت النهارده اليوم مش هيبقى ولا بد ولا ايه. فبقول لي بعدها تعادلنا الكابتن مصطفى يونس، بعدها الكابتن خطيب جاب الثاني الثالث والرابع، الكابتن عادل يوسف، وفزنا بعدها. ملعب سمي. ايوه. وكان فايز جاب الاهلي 7. وكانت قصه جميله. وكان بعدين احنا ما دام جبنا بالذكر يعني الكابتن فتحي نصير ليه دور كبير وعظيم ومحترم في تاريخ النادي الاهلي كتدريب يعني قيمه وقامه طبعا. ولما بيحكي حاجه بيحكيها مظبوط. والمباراه دي من اجمل المباريات لانها معرفه الجمهور المصري بالكابتن محمود الخطيب. هقول لك بقى الاهداف قبل ما نروح للصوره الثانيه. اتفضل. سجل الزمالك في دقيقه 13 الكابتن زواوي. ايوه. الاهلي كابتن مصطفى يونس. ايوه. كابتن محمود الخطيب جاب الثاني والثالث والرابع. مظبوط. كابتن عادل يسري جاب الخامس، الكابتن محمود عبد الفتاح جاب السادس والسابع. جاب جولين. وكانت مفاجاه كبيره، وكان الناس يعني كانت ساعتها اكبر هزيمه الاهلي يلحقها بنادي الزمالك. وكان ساعتها الناشئين برضو كان الجمهور بيروح كتير طبعا، وكان اهتمام القيادات في نادي الاهلي كمجلس اداره كان مشرفين على الكوره كابتن صالح حسين قيمه وقامه، كان الناس كلها بتقف تقدير واحتراما ليه، فكانوا مبهورين. وكلام حضرتك صح، لما دخل الجون الاول الملعب كله اتشد والجو واللعيب حتى اللعيبه فطبعا ده تاريخ جميل. نروح بقى للصوره الثانيه. ايوه. ابو الاشبال الكابتن مصطفى حسين. تاريخ كبير مع الاشبال في النادي الاهلي. الصوره هتتكلم عن نفسها. ايوه. شوف بقى هنا حضرتك ملعب مختار التتش واللعيبه حتى اللي جوان الثلاثه حلوين دي حاجه حلوه، حسام وايمن ووائل. كابتن قاعد هنا اهو كابتن مصطفى. كابتن مصطفى حسين هو اللي حاطط رجل على رجل. ايوه. في الملعب، والتمرين كان في ملعب مختار التتش. شوف ملعب مختار التتش عامل ازاي يا كابتن. الجماهير اللي ورا مع التغيير دلوقتي بقى، وطبعا الاضاءه والارضيات وبتاع. شوف بيقول لحضرتك شوف الكلام. مدرسه مصطفى حسين قدمت للاهلي 90% من الشياطين الحمر. يا سلام. هو مش بيقدم بس للاهلي، ده بيقدم للكره المصريه. يعني كنت شوف تاريخ النادي الاهلي كله ها، وارتباطه بالايه بالمنتخب المصري، ازاي ان الناشئين بتوع النادي الاهلي لما صعدوا في النادي الاهلي بقوا يفيدوا كمان المنتخب الوطني. ده في اوائل الثمانينات يا كابتن. اقول لك بقى بعض الاسماء. اتفضل. ال 90% اللي طلعت من المدرسه دي. بص يا كابتن بقى. هاني مصطفى. ايوه. حفظ الالقاب طبعا للجميع. طبعا. عصام عبد المنعم، فتحي مبروك، عبد العزيز عبد الشافي، شريف مدكور، صلاح حسني، صفت عبد الحليم، سمير حسن، اكرامي، مصطفى يونس، ماهر همام، حازم خالد، مصطفى عبده، محمود الخطيب، وكثير وكتير. لا ما شاء الله. وهنا كمان يا كابتن شوف الصوره وجايبين وراها البرج على طول مصر. صوره حلوه ازاي. شوف جمال. وكمان يشكر شكرا للمخرج يعني في صوره بعديها كمان جت مكمله الموضوع دلوقتي ما تقلقش. انا عايز بس حضرتك تعلق على الصوره بتاعت صالح كابتن صالح حسين. ده الحفل التفوق في الدراسه، وكان بيتعمل حفل لتكريم الناشئين. شفت شاب ناشئ قد ايه والكابتن صالح حسين ازاي في مقام يقف ازاي بيحترم الناشئ من هو صغير. فرقه 15 وهي قاعده هنا. شوف بيطلعوا كده يعني في صوره هنشوفها الكابتن تامر حفني والكابتن وليد والكابتن وهم طالعين لسه في فريق البراعم. شوف هنا قاعد ازاي يعني الصوره دي تحس ان هو مش 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 مدير قطاع او مدرب. لا هو اب ودول اولاده وكل واحد مستني الفرصه عايز يمسك فيها. وقاعدين مستنيين بكل يعني يا جماعه الاهلي فعلا يعني تاريخه بيقول كل حاجه. الصور بتقول، التاريخ بيقول، الوثائق بتقول ان الاهلي تاريخ عظيم. وعشان كده مؤسسه محترمه وجيل بيكمل جيل وجيل بيكمل جيل. الصوره اللي بعد كده في صوره بقى انا برضو جايبه برضو عن الناشئين بعديها هتعجبنا قوي. قبل ما نخش بقى في بطوله 85 ودور الناشئين مش عايزين في دور الستينات لما الاهلي كان عنده مشكله ولعب بناشئين وكسب الزمالك كان كابتن ريعه 3-0. هنجيلها. دي كيف احتكر الشياطين الحمر البطولات. أيوة. مين يكسب النجوم ام الناشئين؟ بص يا كابتن بقى هنا الفرقه دي اللي طلع منها الفرقه اللي كسبت نادي الزمالك وعملت مفاجاه كبيره 3-2. وده ما ننساهاش طبعا كانت بدايه نجوم كبار. منهم كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، كابتن بدر رجب، كابتن محمد السيد زيزو، كابتن محمد سعد، بعد كده كابتن سامح حامد. الشت اللي على الشمال ابو الاشبال الكابتن مصطفى حسين طبعا بيقول انتظروا زيزو واكرامي وهم لسه في الناشئين. تمام. تنبأ ليهم انهم هيطلعوا درجه اولى ويبقى ليهم تاني. بالظبط. في صوره هنا تحت انا كبرتها عملتها لوحدها
وكانها مش هقول طبعا مش تدخلي انها سؤال حلقه او كده. الشاب الجميل اللي تحت كده هنجيبها كمان شويه وليها صوره واحده. وانا كابتن مصطفى حسين مدير الفني لفرق الناشئين. شوف القعده. ناس كتير تسمع عن الاسم لكن الشكل بالنسبه له ما شافوش الكابتن مصطفى حسين. فعلشان كده لاول مره بنعرض النهارده الكابتن مصطفى حسين، يعني صور كتير من بدايه فقرتنا مع الاستاذ محمد صادق، خاصه عن ابو الاشبال الكابتن مصطفى حسين. ومش هنبخل، احنا النهارده جبنا جزء. بعد كده هنتكلم مع دول ناس ثانيه كبيره، كابتن عمرو ابو المجد، يعني طبعًا. كل التاريخ هنجيبه. دي لسه البدايه النهارده، اول حلقه. عايزين ندي كل واحد حقه. الكابتن مصطفى حسين لقبوه بابو قال ايه؟ ابو الاشبال. ابو الاشبال. شوف هنا ظريف، ممكن كانوا يقولوا ما تجيبهاش اجيبها، بس انا جبتها، يعني انا اسف يعني. طريقه يعني جميله في ايه؟ ان ازاي كان الاستثمارات في خطوات النادي الاهلي، والكابتن مصطفى حسين قال لهم يا جماعه احنا نعمل حاجه اسمها ايه؟ كل ناشئ يجي يعد استماره يدفع جنيه. طب الجنيه ده يروح فين؟ قال لك لا، ما كان ساعتها كان في ازمات ماديه طبعا على مستوى كان لا، كانت الامكانيات مش زي دلوقتي، ضعيفه جدا. وفكره الاختبارات والانديه بتعمل استمارات دلوقتي بقت منتشره في كل الانديه، ابتداها كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال من السبعينات بجنيه. قال لك الجنيه دوت شارح هنا، احنا واخدين الجنيه ده عشان نعمل ايه؟ يطلع منه حصلته صندوق رعايه الناشئين وتخصيص استثمارات واعضاء النادي والصندوق، بس كل حاجه بيجيبها هنا. ان ازاي كان الجنيه وكان كل باب طوابير الجنيه ده بيتفرق ما بيجمعوا المجموعه كلها. خلي بالك الكابتن مصطفى حسين بيسالوه بيقول له طب جنيه مش كتير في الوقت ده؟ طبعا. قال لهم لو الجنيه كتير ما كناش شفنا الاعداد الكبيره دي. ما شاء الله. كان بيقول بيجي يعني في 10,000 ناشئ في اختبارات النادي الاهلي، الكلام ده بتكلم في السبعينات، ده عدد كبير جدا. ده عدد مش طبيعي. الفكر كمان النهارده وانت بتاخد العائد من الاختبارات دي، اول حاجه انت بتصرف مكافاه للعاملين والناس اللي شغاله في الاختبارات. تمام. تاني حاجه انت بتعمل صندوق لرعايه الناشئين، بتخصص منه 25% من قيمه الاستمارات دي لرعايه اللاعبين طبعا والناشئين. طبعا طبعا. ملابس وكور وارضيات وغذاء وكل حاجه. يا كابتن التاريخ بيقول نفسه، يعني في حاجات نقدر يعني كان زمان على فكره كابتن كره القدم الاهلي بيرسم الطريق وكله بيمشي وراه، هي مدرسه سابق طبعا. دي مدرسه نموذجيه بتطلع واحد تاني عايز يعمل زيها كده يعني. لكن هو التاريخ نرجع ليه نقول ان الناشئين هي القاعده اللي بتبني عليها الاهلي، بيبني عليها تاريخه هو ناشئ النادي الاهلي في كل ازمات وتاريخ النادي الاهلي. مين اللي كان بس النادي الاهلي؟ ابنائه طبعا، ناشئيه على جميع الاصعده، والتاريخ بيقول كده. في الستينات في عز كبوت النادي الاهلي طلع الناشئين وكسبوا الزمالك 3-0 طبعا، السايس وريعه وفرقه كانت عظيمه قوي. في الثمانينات كنت انا في الاستاد وكان عندي 13 سنه وكنت بعوت يا رب الاهلي يتغلب بس 1-0 ونتعادل، عملنا مفاجاه كسبنا 3-2 الزمالك. الزمالك بقى بالنجوم الكبار مع كل لسه هنجي للمانشيت ده معانا. انا هنجيب انا. طيب نروح للمانشيت اللي بعديه. ماشي. شباب الاهلي يهزم كبار واربعة. دي كانت مباراه وديه بين شباب الاهلي ومين الفريق الاول ونجوم الكبار. وخلصت كان بيحصل 4-3. بس هنا الجمال بقى في حاجه. هي هو الماتش دوت كان في 68 1968 سنه 68 المباراه دي. انا جبتها عشان الناس تشوف الناشئين في الوقت ده كان اسمهم مين والنجوم الكبار كانوا مين. دي طبعا عايزين اسماء عشان الناس اللي بتتابعنا دلوقتي تشوف شباب الاهلي كان فيهم مين ونجوم الاهلي كانوا مين. حضرتك الشباب طبعا وانا خليني في الايه في الشباب. سمير كابتن سمير عبده، كابتن محسن حشمه، وهاني، وحسن حمدي. كابتن حسن حمدي كان في الشباب وقتها. وحمدي خيري، ومحمود رشدي، وكرم زايد، ابراهيم عبد الصمد، وعادل طعيمه، وشريف مدكور، ومحمود عزت. ده كانوا شباب النادي الاهلي. ده اسماء ما شاء الله، اسماء طبعا. كابتن عادل طعيمه ما شاء الله ربنا يديله الصحه، وكابتن شريف مدكور، كابتن حسن حمدي كلهم اقامه. شوف بقى الناشئين اللي هم يعني قريبين منهم وازاي كانوا ازاي بياخدوا بيت بعض. الفريق الكبير بقى كان مين بقى؟ كابتن عصام حارس، عبد العزيز صالح، هشام صلاح، كابتن فؤاد ابو غيده، كابتن الشربيني، كابتن سمير حافظ، الكابتن طارق سليم رحمه الله، وكابتن اباظه، ومحمد شاكر، ومصطفى عبد الغالي، ولمعي، والكابتن طه اسماعيل ربنا يديله الصحه، وزكلوت، وصلاح حسني. بين قوسين انه نزل ايه؟ احتياطي. شوف يعني الماتش ده خلص، الماتش ده 68 4-3
وكان ماتش يعني ازاي كانوا يعني حاجات البسيطه دي الشباب الصغيرين بيكسبوا الفريق الاول. وخد بقى حضرتك كانت الفتره دي الكوره راكده كان بعد هزيمه 67 بدات يعني مشاكل كتير وكان ساعتها الاهلي ليه دور وعي وقومي ودور طبعاً مهم جدا المجهود الحربي لما كان بيلعب مباريات خارجيه وكان يدي وعائد المجهود الحربي بيروح لل ما شاء الله يعني كنت عايز اقولها والله طبعا. وكمان كان بيعمل مباريات لانديه القناه وكان بيجيب انديه القناه تيجي عنده هنا في مختار تشيتش وتدربوا عندهم وياخدوا اقامه كامله مش انا اللي بقول انا ما عشتش الايام ديت ده التاريخ اللي معايا طبعا التاريخ 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 زي ما التاريخ بيقول النادي الاهلي ايه هو وايه تاريخه العظيم مش احنا اللي بنقول لا التاريخ واجدادنا بيقولوا نشوف اللي بعد كده فيه حاجه ثانيه بقى الاهلي يهزم الزمالك 2-0 ويضمن بطولات تحت 19 و17 و21 وكعادة النادي الاهلي بيحتكر جميع البطولات في الناشئين. شوف ده بقى انا مش من عندي الكلام ده هو موجود اهو. الصورتين بقى اللي معانا دول كابتن حسام البدري والكابتن حاتم الكردي رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. حاتم الكردي ده يعني انا فاكره كان طبعا بيلعب مع فريق الشمس زمان ربنا يرحمه. كان واحد وكنت اسمع عنه واحد من المهاجمين اللي جم في الناشئين الافزاز ما شاء الله بيسجل ممكن في المباراه الواحده 3-4 اهداف في الموسم الواحد ممكن تلاقيه مثلا جايب له 40-50 هدف. لا كان كان حاجه فزه وكان عندي ارشيف وحاجه عظيمه. وبص يا كابتن انا اسف على تحديثك يعني بص شوف هنا ده السنه كام الماتش ده؟ 79 5/2/79 في فبراير شوف ازاي التاريخ بيحافظ على الناس. شوف اي حد في تاريخ النادي الاهلي رفع راس ناديه او حقق له بطوله ها او عمل حاجه كبيره للناديه التاريخ بيذكره بعد 40 و50 و60 سنه طبعا. يا ده قرص التاريخ ده قرص يعني لعيب ينزل بيخش يلعب كوره من هو ناشئ ويبقى نجم كبير ها بياخد حقوق الماديه وكل حاجه لكن بيفضل مع الناديه لغايه اخر لحظه في حياته او بيقف معاه التاريخ بينصفه يقول لك الكابتن رفع راس النادي الاهلي طيب. الكابتن حصل 15 بطوله وطبعا التاريخ بيقول كده نشوف اللي بعديها برضه الصوره الثانيه اللي بعد كده كان في زمان كده حاجه ظريفه بتنزل في اخر ساعه لا اسال ايوه دي كانت مجله ايه؟ اخر ساعه كانت بتنزل ملحق زمان بداته في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات عن الكوره فكانوا بيعملوا صفحتين كده حلوين عن الناشئين فشدتني انا كنت قاعد مع كابتن هاني وكابتن تامر هنشوف دلوقتي اول صوره شمال هنا هاني رمزي جوده ده كابتن هاني رمزي بدايه حياته في اوائل الثمانينات دي يعني الصوره دي في اوائل الثمانينات وازاي هنا وكمان الكابتن هاني يعني بيعتبر من الناس اللي الاهلي قدمهم مباشره للاحتراف من اوائل اللعيبه ان الاهلي ما استخسرش فيه الاحتراف وقال له بعد ولسه صغير وبدا في الاهلي وجاله احتراف قال له اطلع انت واجهه ونفع بعد كده منتخبه ونفع بلده ونفع ناديه ان ازاي ان الاهلي ما كانش بيوقف عقبه في اي واحد عايز يحترف تمام تحت الكابتن رمزي الكابتن تامر حفني هو دلوقتي شغال المدير الفني للبراعم دلوقتي في النادي الاهلي في قطاع الناشئين جميل وقعدت معاه وانا بسجل شخصيه جميله جميل كابتن جدا شوف التاريخ احنا بنتكلم بقى ده حاجه و80 يعني بنتكلم في 40 سنه 40 سنه هشوف اهو دول فضلوا في ناشئين النادي الاهلي وما سابوش النادي الاهلي ولعبوا في النادي الاهلي وموجودين في النادي الاهلي وبرسوا مهامهم كابتن ايمن بسيوني كابتن احمد يونس هنا جايبين لقطات مختلفه وكان في تعليق للكابتن هاني مصطفى بيقول لك ساعتها كانت الكفاءات قليله جدا يعني ما كانش في كفاءات كثيره البراعم بيطلع منهم اثنين ثلاثه رعيبه زي كابتن تامر زي كابتن هاني رمزي كابتن محمد يعني عايز كان ساعتها بتوع الاهلي يعني صادقين جدا في احاسيسهم يعني يقول لك لا لسه اللعيبه فيه بيطلع منهم اثنين بس مفيش الكم الكبير عايزين يتقدموا اكتر فالتاريخ بيقول كده الخبر اللي بعد كده ايوه عيديه الاهلي لجمهوره فوزوا على اشبال الزمالك 2-1 ده ماتش بقى 1976 وكان بتقام على استاد مختار التتش وازاي ان الماتش دوت بقى اهو وكان ده الحدث ده اهو بص يا كابتن كان في الجورنان المسموس اهو معانا هنا الجورنان الاصلي 1976 ليه انا المفروض يعني ما طلعش الجورنال المجله واقول كده واتكلم بس عشان الناس تعرف عندك هوايه انت بتحب تحتفظ بالحاجات دي يا استاذ محمد يا فندم بقول لحضرتك رساله ما لهاش مهنه
الكتاب والجورنان والمجال حتى الصوره الفوتوغرافيه لو لنا نصيب نيجي حاله ثانيه هتيجي صور نادره جدا ما حدش شافها. وبعدين انا عندي الارشيف اللي مش موجود. في ارشيفات الاخبار والاهرام كل ده موجود، لكن كان زمان جرايد ومجلات اتقفلت وما لهاش ارشيف. انا بجيب ده فبيزود من اي حاجه بتكلم عنها مصادر مختلفه. معانا الخبر اللي بعد كده. كان في بدايه الحلقه كان معانا كان معانا مداخله لنجم الاهلي مؤمن زكريا. جت بالصدفه والله. انا ما اعرفش ان الكابتن مؤمن هيتكلم النهارده. صوره نادره وهنا مؤمن زكريا وبقى في قطاع الناشئين، وطبعا جاب محمد ابراهيم حجاج ماندو كان واحد برضو من نجوم الناشئين واحمد ممدوح. لا ده هنا بقى ازاي الاهلي احنا جبنا دي، وانا جايبها بالصدفه لان انا بحب كابتن مؤمن زكريا. وانبسطت جدا ان النادي الاهلي خد الخطوه ان هو يبقى يعمل في النادي الاهلي شيء جميل. الكابتن بيتكلم مش قادر يعبر عن امتنانه وانبساطه ان الاهلي بيقدر اولاده ومعاهم في كل وقت. وكابتن مؤمن زكريا جميل وياما فرحنا كتير يعني. وزي احمد كابتن شوف لعيبه كتير يمكن في اللي كمل وفي اللي ما كملش، وكان ساعتها مين بقى؟ الكابتن رياض السيد كان مدير فني والكابتن اكرامي كان ايه مدرب الحراس مساعد الكابتن محمد سعد ولاعيبه كبار. تلاقي النادي الاهلي الجيل بتسلم بعض. وبعدين ده مسك ده مشي ده كله خدمه واحده. ولسه برضه في حاجه تانية. الخبر الاخير بقى معانا ده بقى معجزه اشبال الاهلي دي المباراه اللي انت 3-2. بس قبل ما اتكلم ارجو في خبر يخص حضرتك انا كنت حاطه في الاخر يا رب ما نساهوش اخر حاجه في ظهره. اتفاجئنا على الهوا ولا ايه؟ والله انا حتى اتفقت ما حدش يقول. المهم هنتكلم عادي بقى. ازاي الاهلي جه في عصره في 85 كان في مشكله في النادي الاهلي فقال لا الاهلي قال لك لا المبادئ والقيم والاخلاق نلعب بالناشئين. فالزمالك مش مصدق. الزمالك راح كسب جمهور. احنا النهارده اتفرج على الهرافه هنكسب النهارده 6-7 زي ما احنا عايزين. دول اولاد صغيرين وكنا مشفقين على الاولاد. اتفاجئنا بالماتش ان الماتش بادي كده. والزمالك ايه بقى في كمين بقى كوارش وابراهيم يوسف وكابتن فرج جعفر مع حفظ الالقاب لعيبه جامده جدا. وفاجئنا ان الماتش يخلص 3-2 للنادي الاهلي. كنا سعداء احنا كهلاويه خرجنا مش مصدقين. على اليمين هنا كابتن محمد السيد تحت 21 سنه، كابتن بدر رجب المدير الفني قطاع النشيد دلوقتي تحت 20 سنه. احنا جبنا النهارده حاجتين ماشيين مع اللي احنا يعني شوف اللي تواجبوا العصر من 30 سنه يعني ده الماتش ده من 38 سنه. ازاي يواكب العصر؟ الماتش ده ما يتنسيش. الماتش ده مبادئ وقيم انتصرت على حاجات كثيره. مبادئ كان في بقى حاجه لو هم مش هيجيبوها انا بقى هطلعها يا هم نسيوها. انا اسف مش قصدي حاجه. ايه قول لي ازاي يعني نجيب تاريخ الناشئين وما نجيبش المخلصين اللي منهم الكابتن اسامه حسني؟ انا مش عايز انا عايز حضرتك تعلق لي بعد اذنك. مش انت كده بتفاجئني على الهوا. انا مش معرفك وما قلتكش والله. ارجوك حضرتك تقول لي بقى انت اللي تقول انا مش هتكلم. الكابتن اسامه حسني احد الثمار المتميزه قطاع الناشئين. حلم حياتي تحقق ببلاش على ما يهوب. اختارني الكابتن علاء فعلا الشربيني اشد بموهبتي. كان هو مدير قطاع الناشئين وقتها. ايوه كابتن شطه وفتحي مبروك الكابتن ضايا السيد صالح كابتن اصحاب الفضل وصالح صالح اصحاب الفضل محمود صالح نصائح وليد وهادي ليه بالالتزام والانضباط ولا تفوق واشعر بالسعاده بجوار بلال وخالد بيبو مدير الكره دلوقتي. سبحان الله. انا ماليش وقت انا بس خمس ثواني. حضرتك دلوقتي تربيت في النادي الاهلي وفي ناشئين النادي الاهلي. المفروض حضرتك تختم بالحته ديت. ايه ناشئين النادي الاهلي؟ ايه اللي شفته في النادي الاهلي حلو؟ وانا مش هتكلم بقى حضرتك تختم. لا في النادي الاهلي طبعا انت بتتعلم حاجات كتير من لحظه دخولك. يعني الالتزام، الانضباط، احترام المنافس، دايما بتلعب بجديه، بتلعب دايما على المكسب، روح المنافسه، لا حاجات كتير بتعلمها داخل النادي الاهلي طبعا. واحنا عارفين قدر كابتن اسامه حسني. والمنوع على الاخلاق والادب ما هو ده من ناشئين النادي الاهلي. كل النجوم الكبار كابتن كل النجوم الكبار بداوا من النادي الاهلي. هم رمز وصوره مضيئه للنادي الاهلي. شرفتنا ونورتنا يا استاذ محمد وسعدت بفقرتك وكانت فقره مميزه. وان شاء الله هيكون لينا فقرات معاك ثانيه قريب كتير ان شاء الله. بس محتاجينك تحضر وتحضر عشان ارشيف الناشئين. حاضر كبير يعني ممتد وكبير 100 سنه. طبعا 100 سنه وناس مش ما نعرفش يعني في ناشئين ما حدش شاف عنها حاجه. التاريخ زمان غير دلوقتي. انا اشكرك يا كابتن وانا معاك. انا عايز اقعد اكتر من كده واقول ان شاء الله لينا فقرات ثانيه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر الاستاذ محمد صادق. نروح لفاصل وبعد الفاصل الناقد الرياضي الاهلاوي الكبير الاستاذ اسامه السويسي بعد الفاصل.